صديق يعني بيسأل علي القناة بيقول ان الطماطم سواء الأرضية او اللي هي في الصوب واللي هي مزروعة في الصوب او الغير محدودة النمو بالذات بيكون فيها الكلام ده هو الطماطم زي ما احنا عارفين مجموع جذري ومجموع خضري وبعد كده الثمار المجموع الجذري دي مرحله اتكلمنا عنها والنمو الخضري مرحله تكون اتكلمنا عنها والثمار لسه ما اتكلمناش عليه بس احنا عايزين يعني الراجل بيقول ايه بيقول المراحل كلها شغاله مع بعضها طب احنا نعمل ايه نزود ايه انتوا بتقولوا في الجذور في, في مرحله الجذور بنزود عنصر الفسفور شويه تمام وفي مرحلة النمو الخضري بتزودوا النيتروجين شوية وفي مرحلة النمو السمر دهيت بتزودوا البوتاسيوم شوية تمام اللي هي الكي يعني رموز طيب احنا عندنا كل ده موجود كل ده موجود طب نعمل ايه انت عندك الجذور شغالة والنمو الخضري شغال والنمو السمر شغال يعني انت لما بتجمع في اول جامعة سواء في الارض او في البيوت المحمية يعني سواء المحدوده النمو او غير محدوده النمو انت بتجمع تحت في الحجر هنا في فوق اساسا فيه ازهار وفي ثمار بتكتمل التكوين بتاعها طب احنا محتاجين ايه في الوقت اللي احنا فيه ده هو محتاجين نحافظ على الجذور بتاعتي لان هي اساس العماره اللي انا بنيها دهيا ومحتاج النمو الخضري عشان هو مصنع الغذاء اللي هيديني للثمار رهيا ومحتاج النمو السمري عشان ده اللي مطلوب من الليلة اللي احنا عاملينها ده هو المقصود يعني انا مش هعمل حاجة بالجذور ولا هعمل حاجة بالنمو الخضري ده الا اذا كان عندي نمو سمري كويس طب الحل ايه الحل ان احنا هنشوف كده عندنا مرحلة النمو الجذور وعندي النمو الخضري وعندي العقد والازهار وبعد كده التطور بتاع الثمر اللي عندي تمام طيب نعمل ايه بقى احنا في القصه دي ما تخلينا في مرحله تطور الجذور خلينا واحد 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 تمام في مرحله النمو الخضري واحد 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 طب مرحله النمو السمري واحد 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 معناه ايه الكلام ده معناها ان انا مش عايز اتخلى على ان بيكي خلص طول ما النبات موجود في الارض طب امال هنزود بقى امال المراحل دي هنعمل فيها ايه اه نيجي عند المرحله دهيا تمام نيجي عند المرحلة دهيا ونخليها بدل ما هي واحد نخليها تلاتة لواحد فوسفور وواحد نيتروجين تمام بس معايا البوتاسيوم ومعايا النيتروجين برضو ماشيين معايا ما تخلاش عنه طب نيجي في النمو الخضري نخلي بدي بدل ما هي واحد نخليها برضو تلاتة ومعايا برضو الفوسفور ماشي والنمو الخضري آه شغال ماشي تمام طب نيجي عند التطور بتاع الثمرة نخلي دي تلاتة ودي واحد ودي واحد معناه إيه الكلام ده هو معناه إن أنا بمشي مع النبات في المرحلة اللي هو العمرية اللي هو فيها بس بالعناصر كلها موجودة تمام ولكني آه بحط عند الـ 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 بزود عند كل مرحله اللي يناسبها من العنصر تمام فعند الجذور زودنا خليناها ثلاثه لواحد بوتاسيوم وواحد نيتروجين طيب عند النمو الخضري زودنا النيتروجين وخلينا الفوسفور زائد البوتاسيوم شغالين طيب نيجي عند التطور بتاع الصمرة محتاجين بوتاسيوم طيب الـ 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 البوتاسيوم زودناه اهون والفوسفور اهون واحد وده واحد ده معناه ايه معناها ان انا بحافظ على الشجرة بتاعتي تمام مع مراعاة المرحلة اللي هي فيها الشجرة ده هي تمام اتفهمت دي اعتقد ان احنا كده يعني نكون خدنا بالنا من الملحوظة ده هي كويس طيب حاجات زي العناصر الصغرى هتمشي معاك على طول طيب في المرحله ده هي بقى بتاعه النمو الخضر العقدي والازهار نهوت ممكن الكالسيوم السي إيه اللي هو الكالسيوم والبورون نزودهم شويه تمام مع الـ الـ مع الفوسفور مع الفوسفور تمام اللي في مرحله العقد والازهار دهيت مع الفوسفور بزود هما شويه تمام هي مش نظريات غريبه ولا حاجه تمام مش نظريات غريبة ولا حاجة. يعني أنا أفتكر وأنا طالب هديلك بس الحتة الصغيرة دي. وأنا طالب بدرس فاكهة في زراعة القاهرة. أستاذنا آه، الدكتور رضا بركات كان بيتكلم عن الخوخ. تمام؟ فالخوخ هو آه، على ما أتذكر يعني أنا مش بتاع فاكهة ولكن على ما أتذكر يعني إن هي كانت نظريته يعني نظرية فزة شوية عنده خوخ وبيتكلم لك في الأول الخوخ ده كان صايم شجرة الخوخ دي كانت صايمة تمام سنة في تمام فابتدى يعمل لها التنبيه الصيام بتاعها اللي هو بيبقى في شهر 12 و 1 وابتدى يعمل لها تنبيه فنزل ميه وزود عنصر الفسفور شويه تمام زود عنصر الفسفور في الـ الـ الاول شوية فلو حط الفسفور واحد حط البود... حط الفسفور ثلاثة يبقى حط البوتاسيوم واحد والنيتروجين واحد تمام يجي على ابتدت تطلع طبعا الخوخ بطلع على الازهار الاول طبعا قبل الورق تمام او يعني بيبقوا تقريبا في قبل بعض بس التزهير بيحصل اول انا متذكر كده كويس، الخوخ فبيجي عند التزهير مثلا اه ويبقى هنا واحد هنا واحد هنا واحد، طيب، بيجي عند التطور بتاع الثمره في الخوخ وبحط مثلا البوتاسيوم ثلاثه والفوسفور واحد والنيتروجين واحد، طبعا هنا بحطها ثلاثه تمام؟ انا فاكر الراجل ده ما كانش بيقول ثلاثه لا، كان بيعمل ايه؟ واحد اثنين ثلاثه، هنا واحد هنا واحد كان بيعملها شرط كده تمام نظريته الغريبه بقى اللي هي يمكن بعض الناس مش مستوعباها ان هو احنا الخوخ اهو تمام كده خلصنا الجمع يعني الجمع خلاص فينيش تمام بيجي عند البوتاسيوم وبيرفعه للاخر وبيجي عند الفوسفور وبحط ثلاث شرط وبيجي عند النيتروجين وبحط ثلاث شرط ايه ده ده واضح اللي ما احنا خلصنا جمعنا منها وخدنا الخير لا هو النظريه ان دي كانت واحده ست حامل تمام وابتدت تولد وبعد الولاده رضعت اصبحت منهكه تمام عشان تستقبل الجنين التاني يبقى لازم يبقى في حاجات مخزنه غذاء مخزن تقدر تكمل دورة حياتها بدون ما يحصل لها مشاكل هكذا شجرة الايه؟ شجرة الخوخ هي في الأول ابتدى ينبه بعد كده حصل اخصاب وتلقيح واخصاب بعد كده ابتدت تحمل بعد كده ابتدينا نجمع اللي هي عملية الولادة بعد كده ابتدينا آه رافع هو يا جماعة العناصر الغذائية لأن بيكيدي رافعها لأعلى معدلات بعد الجمع النظرية ايه؟ نظرية ممتازة وصح ولا تصدر إلا من أستاذ كبير تمام؟ فقال لك آه أم آه حملت ورضعت حملت وولدت ورضعت تمام فلازم آه بعد ده كلته نعدها لي العام القادم اللي هي شجره الخوخ دي، دي نظريه آه لو انت يمكن قلتها لحد في الارض النهارده ممكن يضحك عليك او ممكن يقول لك ما احنا عارفينها من زمان انت انا جبت التايها ما علينا يعني دي بعض حاجات الواحد بيفتكرها يعني آه شكرا لحضراتكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.